يبقى عندي عبارة عن بطاطس مهروسة ولحم شرايح، ملح وفلفل وزبدة ودقيق ولبن وكريمة، وعندي جرجير وجبنة شيدر وبصل وتوم باودر وكرات وكرفس وجزر ومشروم. تعال لغلغ ونعمل الحاجات الحلوة الأول وبعدين نشوف هنكمل ازاي. عندي حتة لحمة حمر زي العسل اهي، بقطعها رفيع ستيك زي ما بيقولوا كده. انا عايز الطاسة بتاعتي تحمر على قد ما تقدر كده. نصلي على الحبيب. حبيبي يا رسول الله، البصل بتاعي في نفس الزبدة، أكل يبقى ليه طعم جميل. توم كرفس، خلي كرات ده الآخر. طيب اهو شوية لبن هنا، او كريمة لبانة، دي كريمة لبانة دي مش لبن. صلاة النبي أحسن. طيب انسى الريحة، ربنا يريح قلبك، ريحة حلوة 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 كده. اللحمة شغالة، كل حاجة شغالة. عندي بقى هنا، نعم يا فندم، ادي الكرفس كده، حطينا البطاطس بتاعتي اهي، لحمة مع المشروم مع البصلية دي بقى، ادي الووتر كريس كده، لبن وكريمة لباني، اعمل ايه بقى يا سيدي؟ كله مع بعض اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. لازم كله يلغلغ مع بعضه كده اهو. انا عايزك تدوق صوص الجرجير وتاخد رايك فيه، اخد رايك فيه. لا ما شفتوش قبل كده، اخش على الواتس.
انا مش عارف ولا قاعدة فاتحة بقها ليه. عامل كده. بعينك هتصوري لي وتعملي شغلانة بقى. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.